القيمة الكبيرة. ما شاء الله وتبارك الله وعلى البركة، دائما انطلاقتنا الثالثة وثالث التحديات بدأت مع هذه اللحظة وعودة إلى الأبكار. ينطلق الشوط الثالث، شوطنا الخاص أيضا باللقاية لأبناء القبائل. فترتنا صباحا في هذا الانطلاق، المسافة 3 كيلومترات، منافسة بأسماء وشعارات عشقت الانتصار وعشقت أيضا وبحثت عن البداية الأولى. شوفوا التحدي والإثارة الواضحة أيضا في هذا المسار، ولكن نحن أيضا نبحر مع 3 كيلومترات. نتابع البداية، نتابع المركز الأول وما يحمله المركز الأول من تنافس ومن إثارة. هنا على الصدارة إذا نذهب بالمقدمة، نتابع صاحبة المركز الأول اللي بدأت في هذه اللحظات الزود، اللي مع المقدمة حمد بن سيف العبد النعيمي في انطلاقتها الأولى، وفي المركز الثاني تبوك حمد بن عودة بن حمد الاعطوي، اسم على مسمى. هناك قادمة المركز الثالث، من تتواجد الضبيع على المركز الثالث محمد بن مسلم بن سالم العامري، والمركز الرابع اتوقع انه ايضا حامل هذه الإثارة وهو البلوي حصادة عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم البلوي اللي وصلت في المركز الثالث. المركز الرابع اعود مع قيادة خليفة بن عوض بالشيلة العامري في المركز الخامس، وفي المركز السادس هناك ايضا غلا محمد بن هادي بن فرحان الاحبابي، والمركز السابع وصلوا اهالي مرغم مع شهب مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي، والمركز الثامن نعود مع النويعس محمد بن ناصر بن مشيط المري، والمركز التاسع ايضا اتواصل مع قثيوه راشد بن سالم بن سعيد المسافري، والمركز العاشر يا سلام هدوء جواهر خليل بن راشد بن علي الشامسي. هذه المراكز الاولى، دائما نعد المراكز العشرة ونكون نحن وين؟ عادلنا منتصف المسافة، عادلنا البداية، عادلنا التحدي، وانتصفنا ايضا ال 1500 متر من مسار هذا الشوط، ونطمح ايضا بالاثارة القادمة فيما تبقى من امتارنا القادمة. الصدارة هنا لا زالت تبوك الاعطوي حمد بن عودة بن حمد الاعطوي ايضا قادم بمشاركة من تبوك. الله تحية تحية ايضا لهناك لمنطقة تبوك، ايضا منطقة كاملة مشتهرة بالاداء الجميل وايضا تواجد النوعيات اللي تحمل هذه البدايات. حصادة على المركز الثاني عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم البلوي ايضا من المملكة في المشاركة بالنصيب، يهجم على الصدارة يبحث عن نصيب الانتصار نصيب البداية. شهب ما شاء الله ليس شهبا واحدا وإنما الكيلومتر الأخير النهاية الأخيرة. شهب على المركز الأول، مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي اللي بدلت المقدمة، هو وصل بن مشيط على المركز الثاني في هذه الانطلاقة وفي هذا الأداء. النواعس محمد بن ناصر بن مشيط المري بدأ ينافس على الانطلاقة مع شوب، تعوده المركز الثالث تبوك حمد بن عودة بن حمد الاعطوي، في المركز الرابع عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم البلوي مع حصادة، والمركز الخامس اعود مع انطلاقة قيادة خليفة بن عوض بالشيلة العامري. بدل يا مبدل وغير يلي بتغير بن مشيط. الله الله الله، مكرمة رمضان يا سلام يا سلام يا شاعر، ايضا في انطلاقه وتواصل ووجود اسماء متميزه اللي باحثه ايضا عن الانطلاقات وباحثه عن المسار وباحثه عن التحدي. ما شاء الله وتبارك الله، اذا النويعس النويعس محمد بن ناصر بن مشيط المري اللي قدمت هذه اللحظه وبدت على المركز الاول، تزال في المركز الثاني. شهب على المركز الثاني، مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي المحافظه على مركزها الثاني، ولكن ارى بعض الاسماء القادمه هناك. خلاص خلاص اقول اسلم على اهل الباهية وسلام عيناوي، سلام على هذا الاداء الجميل محمد بن ناصر بن مشيط المري مع النويعس. تحية يا شاعر، تحية بهذا الاداء الجميل اللي قدمت النويعس. ما شاء الله خطفت المقدمة والصدارة والناموس والناموس والانتصار، وعليك ما شاء الله طلب من الجماهير ايضا بابيات جميله تتغنى في هذا المهرجان. تهانينا والناموس. المركز الثاني من حافظ سعيد بن ناصر بن سالم الهاشمي، المركز الثالث هي تبوك حمد بن عوده بن حمد العطوي، المركز الرابع غلا محمد بن هادي بن فرحان الاحبابي، والمركز الخامس الضبي محمد بن سالم بن مسلم بن سالم العامري.
أشكر زملائي أيضا في إعطاء المعلومة وتوصيل المعلومة بالمراكز الخمسة الأوائل. نعود مع التوقيت، نتابع التوقيت، نتابع أيضا الرحلة التي يبحث عنها الجميع، كم استغرقت أيضا لحظات الانطلاق وهذه البداية. النويعس 4:44، 9 من الأجزاء من الثانية. تهنئتنا أيضا الخاصة حمد بن ناصر المشيط المري وناموس صباح ما شاء الله هذا اليوم في أول أيام في أول أسبوع وأول جولة من جولاتنا في هذه المكرمة. المركز الثاني ذهب إلى منحاف سعيد بن ناصر بن سالم الهاجمي 4:46، 5 من الأجزاء من الثانية. أيضا توقيت متميز في هذه الانطلاقة. ثانينا والناموس في المركز الثالث. نعود مع تبوك اللي وصلت في المركز الثالث حمد بن عودة بن حمد العطوي 4:47، 6 من الأجزاء من الثواني. هذه البداية الأولى وهذه الإثارة الأولى، وهنا أيضا الانطلاقات التي تحمل البدايات، ونستكمل أيضا مشوارنا في مسار أشواطنا التي تحمل هذه هذا السن، سن اللقاية كما يطلق عليه، سن المفاجآت. ولكن انتظارا انتظروا، فالجولات قادمة وهناك المزيد من النجوم من المواهب